ايضا خلال الكام يوم اللي فاتوا واحنا بنتكلم وبنغطي الاشبال، حدثت ظاهره، هي ظاهره خلي بالكو قديمه بتحصل من وقت ما كنا بنلعب في الناشئين، يعني ممتده بقى لها سنين وسنين، ان النادي الاهلي في قطاع الناشئين ممكن يفوز على فرقه 20-0 و30-0 و40-0 و15، النتائج الكبيره دي في مسابقات البراعم شفناها. طلع بعض الاعلاميين وبعض الاقلام وبدات تكتب ان النهارده تسليط الضوء على فوز فرقه من البراعم، النادي الاهلي فاز على اسكو 2010 22-0 22-0 النتيجه، هذا خطا. يا ترى خطا علشان اتكتبت النتيجه، ولا خطا من لاعبي النادي الاهلي اللي قدروا يسجلوا 22 هدف واشتغلوا وعندنا مواهب، ولا خطا من اسكو اللي استمر في المباراه، ولا شعورا بنفسيه اللاعبين؟ دايما عندي مقوله لا يفتى ومالك في المدينه، لما يكون معانا واحد من اهم رؤساء قطاعات الناشئين مش في مصر بس وفي الوطن العربي وعنده خبرات كبيره جدا ودايما في قطاعات الناشئين رايه بيكون مهم جدا. معانا دلوقتي على التليفون من الامارات مدير قطاع الناشئين ورئيس قطاع الناشئين في الجزيره الاماراتي الكابتن بدر رجب. تحياتي ليك يا كابتن بدر. كابتن اسامه تحياتي ليك يا حبيبي، وحشني، اخبارك؟ تحياتي ليك ومنور قناه الاهلي. الله يخليك يا حبيبي، منوره بيكم. دايما اراءك مهمه يا كابتن بدر، لما يكون عندنا نقطه في قطاعات الناشئين دايما بيكون ليك اراء مهمه. من كام يوم فريق 2010 في النادي الاهلي براعم من النادي الاهلي فاز على فريق اسكو 22-0 بمجرد انتهاء المباراه، وصفحه النادي الاهلي كتبت النتيجه، بدا يطلع بعض الاعلاميين يقولوا مش من الصح ان النادي الاهلي يفوز على فريق اسكو 22-0، ده ممكن يؤثر على الفريق المنافس خاصه ان دول ولاد صغيرين. الصح فين يا كابتن بدر؟ والله الصح في المسابقه اللي معموله في منطقه القاهره، يعني الانديه ما ذنبهاش حاجه. لا يمكن باي حال من الاحوال ان مدرب النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي المدرب هيقول لها ما تكسبيش. يعني احنا بنتربى على بطوله، فانت بتتربى بتبقى عندك عناصر الفوز سواء في الامكانيات، فرق الامكانيات، فرق في النادي او في اللعيبه او في الفروقات الفرديه. ده وضع طبيعي جدا ان انت كمربي لاجيال بتتربى على بطوله من صغرها انها عايزه تكسب ايا كان النتيجه ايه. النتيجه دي انت كمدرب الفريق الثاني ممكن تختصر النتيجه دي ان انت لعيبتك اللي موجوده في الملعب ما تكملش المباراه، ده نمره واحد، فبالتالي الحكم يصفر والنتيجه اقل من كده بكثير. نمره واحد مقرر ان النتائج دي لا يمكن باي حال من الاحوال تعلنها في مرحله فنيه صغيره ان انت كسبت 20 ولا 30، بتكتب النتيجه بعد كل مباراه اذا كان السكور عالي اقصى نتيجه مثلا 5-0 6-0، بحيث ان احنا نراعي شعور اللعيبه الاخرين او الانديه الاخيره اللي هي اصغر او مش قادره تجاري النادي الاهلي او نادي الزمالك او الانديه الكبيره او الانديه الكبرى. وده وضع طبيعي جدا في الكوره، ان في فرق فروقات فرديه بين اللعيبه وبين الانديه من حيث زي ما بقول لك اسامى الامكانيات. مش معقوله لعيبه النادي الاهلي هتبقى زي لعيبه اسكو مثلا. طب الناس اللي قالت اثناء المباراه كان مطالب المدير الفني النادي الاهلي يقول للعيبه هدوا الريتم، خلاص احنا جبنا 7 و8 تجوان، خلاص نبدا نعمل باص وما نجيبش اهداف ثانيه. لا يمكن باي حال من الاحوال. ايوه في كره القدم ان انا بناشئ على من الصغر اقول له ما تكسبش او ما تلعبش او جيم اللي بالجيم باص او ما تروحش للجول. يبقى انا بقتل كده ضد المواهب اللي عندي، لعيبي جوه لعيبي انا عناصر الفوز اللي هي مهمه جدا بالنسبه له ان انا بطل فلازم اكسب. لا يمكن باي حال من الاحوال اي مدرب يبقى بيكسب يقول له ما تروحش للجول او ما تجيبش جول او الجيم باص او النتيجه كده كفايه. ازاي هيوصلها للعيب؟ ازاي مش هيبقى في مصداقيه للمدرب بعد كده بيجي يقول له عايز اكسب؟ مش هيبقى عنده مصداقيه مع اللاعب بتاعه. يبقى كان من الاولى ان مدرب اسكو في هذه المباراه كان يقول للحكم يعني يوقف المباراه، ممكن ينسحب بفريق، ده كان الاولى عشان النتيجه ما تعلاش. ده اولى حاجه، اول حاجه اعملها اما الاقي السكور بيعلى كده وفرقتي مش قادره تقاوم انا اسحب 2-3 لعيبه من الملعب وخلاص المباراه بتتلغي وكفايه على النتيجه دي. لكن انت كملت المباراه للاخر
كل بتسنتر بس، فده ده عيب فيك انت مش عيب في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش هقول لعيبته ما تكسبوش. واما يجي مثلا في فرق في البطوله مثلا فرق اهداف، طب ما انا عايز اكسب عشان ممكن فرق جول يكسبني بطوله، مش ده بيحصل؟ حقيقي يبقى طبعا. انا ازاي هقول لعيبتي انا ما تلعبوش او ما تجيبوش اجوال كتير او ما تهدموش الفرق او الكلام ده كله؟ لا، ده وضع طبيعي في الكوره. وممكن يكون المدير الفني غير بعض اللاعبين، فاللاعب اللي نازل عايز يثبت نفسه للمدير الفني، اكيد دي اكيد نقطة تانية اكيد برضه. اكيد 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 كان في شراسه في المباراه، لكن كان على على المدرب بتاع نادي اسكو ان هو يدير المباراه بحنك احسن من كده وبخبره احسن من كده. انا الجيم ده مش بتاعي، وفي جوال داخله طالعه داخل عليا كتير كتير يعني، والمباراه مش في صالحي، لازم باي حال من المحاولات اوقف المباراه دي، وتبقى بالنسبه لي مباراه وانتهت، وابتدي اهيئ لعيبتي ان ده وضع يعني ما كناش في يومنا، ما كناش طبيعيين، النادي الاهلي اقوى مننا، لازم نشتغل على نفسنا، ويبقى في اعداد نفسي للعيبه اللي خسرت دي كمان، لان انت خليتهم يلعبوا تحت ظروف تكاد تكون قهريه، كل بيسنطروا بس 22 دي نتيجه تقيله جدا وكبيره جدا. طب دي نقطة مهمة يا كابتن بدر، الناس صغيرة، دي نقطة مهمة حضرتك وضحتها، كان يستوجب على المدير الفني ان هو يوقف المباراة من قبل الحكم ويسحب فرقته عشان نفسية اللاعبين. الحاجة الثانية، وحضرتك خبير في مسابقات قطاعات الناشئين وخاصة كمان البراعم، عندنا في مصر أول مسابقة 2013، 2013 يعني ولاد عندها 8 سنين 9 سنين. السنة دي حصل تعديل في المسابقة دي، كان زمان بيلعبوا 5 وجول، السنة اللي بعدها بيلعبوا 6 وجول، مساحة الملعب بتزيد، بعدها 7 وجول. السنة دي القائمين على مسابقات البراعم عملوا المسابقة دي 7 وجول ومساحة الملعب نص ملعب، نص ملعب بالعرض، فبتتكلم النهاردة حوالي 60 متر في 50 متر. هل المساحة دي ولد صغير عنده 8 سنين يقدر يبقى عنده من النواحي البدنية يقدر يشتغل في المساحة الكبيرة دي، ولا النهاردة ده خطأ لازم نتراجع عنه ونرجع نعمل المسابقه دي زي زمان ما كانت تتعمل؟ لا، هي المسابقه زمان ولا دلوقتي؟ المسابقه زمان ولا دلوقتي؟ مش دي القصه يا كابتن اسامه. انت ليك راي تاني في المسابقات اصلا. انا ليا راي في المسابقه نفسها. اتفضل. ازاي تعمل مسابقه لبرعم في مراحل التعليم؟ مفيش حاجه اسمها منافسه في المرحله التعليميه. تمام. استحاله باي حال من الاحوال، ايا كان الملعب كبير ولا صغير، ده مش دي القصة. طب ايه الشكل اللي ممكن يتعمل يا كابتن بدر؟ الشكل اللي يتعمل يا كابتن أسامة ان انت بتعمل مهرجان في كل يعني مثلا منطقة القاهرة فيها 10 أندية. تمام. ال10 أندية دي كل شهر خلال السنة انت اجباري تعمل مهرجان. مهرجان بيتعمل بطريقة معينة. استعراض فيه الحاجات اللي هي الشغل التعليمي بتاعك بقى، التوافق، السكيلز، المهارة، الحاجات الفنية، كلها حاجات فنية. وليس حاجات مهارية، الحاجات المهارية انت بتلعبها تحت ضغط. ضغط خصم وضغط مباراة او منافس. لكن في الحاجات الفنية انت بتستعرض مهاراتك. بتستعرض اللي عمله المدرب. احنا عندنا تجربة هنا بنعملها في الامارات. ممكن تتنقل لمصر، والحاجات دي كلها بنقعد وبنفكر فيها. انت بتجمع كل الفرق. وبتعمل مهرجان، بتاخد من كل فرقة 2 لعيبة، بحيث يبقى كله كسبان، مفيش حد خسران. وفي اخر المهرجان كله بيستلم جوائز، كله بيستلم ميداليات، لا في اول ولا في ثاني ولا في ثالث. ليه؟ انت كسرت حده التنافس في المراحل السنيه التعليميه. انا بتك على كلمه التعليميه. هناك فرق بين النواحي التعليميه والتدريبيه والتنافسيه. التنافسيه من سن 19 سنه. المرحله التعليميه من سن 6 ل 12 سنه 13 سنه دي مرحله تعليميه. مرحله بقى التكوين اللي هو ما قبل الاحتراف اللي هم من 14 ل 17، دي المرحله اللي بتعدي فيها اللاعب سواء نواحي بدنيه او تكتيكيه او مهاريه او فنيه، كل ده انت بتشتغله في المرحله الثلاث سنين دول، بحيث ان هو يبقى 17 سنه يخش على مرحله المنافسه الشرسه جدا، لان في المرحله دي ممكن يلعب فريق اول. تمام. وياما لعيبه كتير في السن، ويمكن انت من ضمن اللعيبه اللي لعبت سن صغير، وحسام غالي وعماد متعب، في لعيبه كتير لعبت وعندها 17 سنه. كابتن زيزو، وفي لعيبه كتير. فده مثال جيد جدا ان انت بتلعب في المنافسه وتقدر تستعرض فريق اول. لكن يعني النهارده حضرتك عايز تقول ان المهرجانات البراعم او مسابقات البراعم ما فيش مسابقات، هي مهرجانات كل الولاد فيها فايزه، ما فيهاش منافسه في السن الصغير ده. طبعا احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ فرقه خسرت 22-0 وهتخسر بعد كده 25-0، فانت اوريدي يعني انت نفسيا اللاعب ده هيلعب ازاي تاني بعد كده؟ حقيقي.
طيب. لكن انت لو عملت مهرجان كل الناس مستفاده وكل الناس بيبان قوي فرق الشغل بقى بين لعيب عنده توافق ما عندوش توافق، عنده ترن عنده سكيلز، بيبان جدا يا كابتن مسامة. حتى شغل المدربين تقدر تقيم مدربينك من خلال الحاجات دي، المهرجانات. يعني مدرب بيشتغل ومدرب ما بيشتغلش، اللعيب بتاع فرقه ما بيعرفش يعمل مثلا زجزاج بيدوس على الكوره يقع، اكيد الراجل ده مش شغال، المدرب ده مش مناسب للمرحله السنيه دي. انت كمان بتقيس مدربينك من خلال الشغل اللي بيعملوه الاولاد، تمام، المحطات اللي بتتعمل دي. تمام. عايز اخدك بقى نقطه ثانيه يا كابتن بدر، حضرتك فرصه موجود معانا، شفت ازاي السوبر وتتويج النادي الاهلي بالسوبر في الامارات، وملعب بهزاع بن زايد وش الساعد على النادي الاهلي، وبدايه النادي الاهلي بالموسم الحالي ببطوله زي بطوله السوبر على المنافس التقليدي النادي الاهلي نادي الزمالك. خليني اقول لك يا اسامه ان انا كنت كان احد الضيوف قناه ابو ظبي، وقلت ان النادي الاهلي لا يمكن باي حال من الاحوال يخرج السنه دي بدون بطوله. حقيقة. واحنا اتربينا على كده ان احنا ما نخرجش، يعني احنا خسرنا دوري وكاس لكن مش هنطلع صفر لدين، وكنت متاكد 100% النادي الاهلي هيكسب المباراه. وقلت وصرحت ازاي النادي الاهلي هيلعب وهيبقى في ضغط على نادي الزمالك كبير جدا، لان دوافع النادي الاهلي اقوى بكثير من دوافع نادي الزمالك، فرق كبير قوي من فرقه واخده بطولتين فجايه عندها الثقه انها عايزه هتكسب في اي وقت، والبطوله مش بطوله، وفرق كبير جدا فرقه عايزه تعوض اسد جريح عايز يرجع لعرينه ويبقى بطل زي ما كان. وده اللي كان اثناء المباراه 90 دقيقه النادي الاهلي ضاغط، 90 دقيقه النادي الاهلي متحكم ومسيطر على المباراه. فرق كبير جدا بين السيطره والتحكم. السيطره والتحكم انت ممكن اي حد يسيطر، لكن التحكم اللي انا خليك تلعب زي ما انا عايز، ده بقى التحكم في المباراه. مش ان انت متفوق او انت مش متفوق، لا انا لعبك زي ما انا عايز مش زي ما انت عايز، ده التحكم في المباراه. فرق كبير جدا، وده اللي عمله النادي الاهلي. يعني حتى ساب مساحات في نص الملعب وابتدى يعمل استحواذ ويعمل هجمات مرتده على نادي الزمالك، كان اخطر من نادي الزمالك وضيع اكثر من نادي الزمالك. لكن انا بالنسبه لي بطوله قويه جدا، وبطوله هتفرق كتير مع النادي الاهلي، وبدايه موسم قوي جدا للمدرب الجديد كولر. لان كنا محتاجين البطوله دي علشان لاعاده الثقه، احنا ما فقدناش الثقه في لعيبتنا لكن لاعاده الثقه، لان النادي الاهلي فرح جماهيره، فرح مجلس ادارته، عندنا لعيبه ارتاحت ورجعت بتأدي احسن من الاول بكثير، في مدرب جديد عنده خبرات كبيره جدا في التعامل مع اللعيبه لو انت في لقطه يا كابتن مسامة شفتها، وعلي لطفي بيخش بصدره في المدرب، وعندك اهلي وزمالك وعندك بطوله، لا القصه مش انت القصه مش قصه اصرار لاعبين وجهاز فني واداره وكل منظومه الاهلي واداره واداره شركه اداره عانت كتير جدا واستحملت كتير جدا واتضغطت كتير جدا وكان ردها عليها كتير جدا وكان ردها في الملعب، كان الرد في الملعب. بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن بدر، بنشكرك شكرا جزيلا، ودايما اراك مهمه بالنسبه لنا ان شاء الله، وقريبا تكون موجود معانا في الاشبال، ان دايما اراك مهمه.